أستاذ محمد نشأت من روسيا اليوم، تفضل. سؤالي لسيادة الوزير سامح شكري، أجريت سيادتكم اتصالات بوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا خلال اليومين الماضيين لمناقشة التطورات والتصعيد الأخير في مدينة رفح الفلسطينية. هل من الممكن أن تطلعنا على فحوى الرسائل المصرية التي قدمتها سيادتك خلال هذه الاتصالات؟ وهل هناك أي تطورات تعكس ردود أفعال مختلفة للغرب عما يحدث من عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية؟ شكرا. كان الغرض طبعا من الحديث والحوار هو تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا، وهناك توافق دولي فيما يتعلق برفض التوسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح أو الأعمال في حد ذاتها. الدخول في رفح كان هناك دائما توافق دولي على عدم حدوثه لما يترتب عليه من أضرار بالغة بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين تمركزوا في هذه البقعة. الرسالة دائما هي بأننا لا نكتفي بالحديث الشفهي، ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات، يكون هناك ردود فعل، تكون هناك إجراءات مؤثرة تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر وضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل. العمل على توفير المساعدات الإنسانية والوضع الحالي في إطار غلق معبر رفح يقتضي أن يكون هناك تحمل من قبل إسرائيل لمسؤوليتها كدولة احتلال، وأن توفر المساعدات للشعب الفلسطيني، وضرورة فتح معبر رفح للاتصال المباشر ووجود كميات كبيرة من المساعدات منتظرة للدخول. كثير من الدول بالإضافة إلى الجهد الكبير اللي قام به الهلال الأحمر المصري والتبرعات المصرية، هذه المواد حيوية بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزة، ويجب توفير الظروف وفتح المعبر مرة أخرى لإدخال هذه المساعدات. نستمر في التواصل مع شركائنا الدوليين بالمطالبة بالتدخل المجتمع الدولي، استخدام الآليات المتوفرة سواء كانت مجلس الأمن والجمعية العامة والعلاقات الثنائية لدعم الحديث والمواقف والسياسات التي يعلن عنها بإجراءات عملية مادية تأتي بالنتيجة التي نسعى إليها. Okay, Robert from the Slovenian News Agency. Robert من وكالة الأنباء السلوفينية. It's for Minister Tanya Fayon. هذا السؤال للوزيرة تانيا فايون. في الشهر الماضي رأينا قرارات من مجلس الأمن تدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح. إذن ماذا يجب أن يفعله المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة؟ وكيف ستعترف، كيف سيسهم اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ It's okay. I reply in English, I believe. أعتقد أنه من الجيد أن أرد باللغة الإنجليزية. شكرا على سؤالك. You know, I was visiting last week. كنت أزور Israel and Ramallah. في الأسبوع الماضي إسرائيل ورملة في محاولة للتحدث مع النظراء عن كيفية ضمان وقف إطلاق النار فوري وضمان أن هنالك اتفاق على إطلاق سراح الرهائن. مع الأخذ في الاعتبار وقف إطلاق النار دائم وهو ما يمكن التوصل إليه، مع غياب أي علامة إيجابية تأتي من جانب حكومة إسرائيل خلال مناقشات هنالك، قررنا أن حكومة سلوفينيا ستطلق إجراءات من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا يعني أننا نريد أن نرى أثرا ملموسا على الأرض، وذلك عن طريق خلق ضغط ما. هذا يعني أننا نريد أن نرى وجود تقدم في المحادثات، وذلك بالاتفاق مع القاهرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وكذلك التواصل مع السلطات الفلسطينية في رام الله
من أجل بناء الثقة للسيطرة على غزة. سنفعل كل شيء من شأنه أن يضمن وجود وقف إطلاق فوري للنار وتقديم المساعدات الإنسانية وكذلك تحسين الوضع في رفح. ويجب أن يكون هنالك مزيدا من المباحثات والنقاشات، وهذا يعني ضرورة وجود حل الدولتين، ما يعني تنفيذ فكرة العيش بأمان واستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. إن الوضع يزداد تدهورا، ولكننا نرى كما قلت من قبل أن المجاعة والتجويع تعد من الأدوات الإضافية في الحرب، وهو أمر غير مقبول. هنالك جيل من الأطفال لا يحصل على أي طعام، ولا يحصل على أي بنية تحتية، ولا مدارس، ولا مياه، ولا أدوية، وهو أمر له تبعات خطيرة على المدى الطويل. لقد زرت بالأمس مستشفى في العريش، فإن قسم الأطفال هنالك رأيت فيه أمورا صادمة، مثل أن الأطفال فقدوا حريتهم، وفي الأغلب فقدوا حياتهم ورؤيتهم للمستقبل. شكرا. مستر أحمد مهران from Sky News. معالي الوزير سامح شكري، يعني منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تزايدت الاجتهادات في مختلف وسائل الإعلام لتفسير وتحليل هذه الخطوة التصعيدية وتداعياتها على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. فهل مصر تعتبر ما حدث من تصعيد إسرائيلي في رفح انتهاك لاتفاقية السلام؟ وما هي خيارات الرد المصرية على تلك الخطوة التصعيدية؟ وإلى أي مدى تؤثر التطورات الأخيرة في رفح على الدور المصري في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، ويعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن. الاتفاقية لها آلياتها يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها آليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت. هذا أمر يتم في إطار فني، في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور. فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤال سيادتك، مصر دائما تعمل على احتواء هذه الأزمة بالتوصل لوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وبذلت جهد كبير مع الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد منذ أشهر، وللأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح. لكن ده لا يدعو إطلاقا للابتعاد عن استمرار تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف، لأنه حيوي لحماية الشعب الفلسطيني للعمل ليس فقط في اتصال الوضع القائم في غزة، ولكن ما بعد ذلك في إطار التوجه السياسي لتحقيق ونفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. بالتأكيد سوف نستمر في جهودنا مع شركائنا الآخرين، ولكن لابد أن يكون هناك إرادة سياسية تأتي بنتيجة هذا، وندعو الكل أن يمارس هذه المفاوضات من منطلق المرونة، ونصل إلى وقف إطلاق نار، لأنه الوضع الإنساني لا يحتمل. الأضرار المادية بالغة، حجم التدمير، حجم فقد الأرواح لا يمكن أن يستمر. بالتالي لابد من وصول الأطراف إلى اتفاق، وهناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين يجب أن يتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة، ويكون هناك تبادل للأسرى وتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع أي نوع من الاستمرار النزوح الذي قد يفرغ الأرض من
من الشعب الفلسطيني، وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه. شكرا. أستاذ محمد حجاب تفضل من الأهرام، سؤالك لمين؟ سؤالي لمعالي الوزيرة سلوفينيا. في فبراير الماضي زار معالي الوزير سامح شكري سلوفينيا وشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين البلدين، فهل لك أن تطلعين على انعكاس تلك الزيارات اللي حضرتك تبادلت فيها مع مصر، لانعكاس الزيارة وأهميتها على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري؟ في نقطة تانية بالنسبة للمؤتمر الاستثمار المقرر عقده بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر الشهر القادم، فعايزين نعرف رؤية في سلوفينيا للمؤتمر أهميته ومدى استعداد الشركات السلوفينية للمشاركة فيه. شكرا. شكرا جزيلا أولا على هذا المؤتمر في القاهرة في نهاية يونيو. أعتقد أنها فرصة رائعة لتعزيز الاستثمار والتعاون، لذلك قلت للسيد شكري أنني أشجع الشركات السلوفينية لكي تحضر هذا المؤتمر في القاهرة. يوجد إمكانية كبيرة بين البلدين، وبعد الاجتماع بين في اللجنة الاقتصادية في فبراير ناقشنا كيفية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والطاقة المتجددة والزراعة وما إلى ذلك. هنالك بعض الاتفاقات الموجودة الآن وهي دخلت طور الانتهاء منها. يوجد بعض الهبوط في التجارة، ولكن الجيد أن هنالك اهتمام متنام من أجل دعم التعاون الاقتصادي، وليس فقط في التعاون الاقتصادي هو معني بالبزنس ولكنه أيضا معني بالسياحة، فإن مصر مشهورة بكونها وجهة سياحية للسياح من سلوفينيا. الأمر ذاته ينطبق علينا حيث نريد أن نجذب السياحة إلى بلدنا التي تزخر بالمياه والطبيعة والأنشطة الترفيهية والغابات وما إلى ذلك. لذلك تبادلنا بعض الأفكار في كيفية تقريب البلدين، وربما تقريب بعض الأفكار والعمال الموسميين، وكذلك تواصل أفضل. فمن الجيد أن يكون هنالك زيارات دورية وأن يكون هنالك اجتماع للجنة الاقتصادية قريبا لكي نرى كيف يمكن المضي قدما فيما يتعلق بالاتفاقات، وكيف يمكن تبادل الخبرات فيما يتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي.